من شعب أمي لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب، الأحسن نظام تعليمي في العالم. من شعب أكثر من 90% منه عايش على الإعانات الأمريكية. البلاد تتصنف من أقوى الاقتصادات في العالم. كوريا الجنوبية واللي خذت استقلالها تقريبا هي وتونس في نفس الفترة، أرض بلا موارد طبيعية عكس تونس اللي كانت متقدمة بمراحل مقارنة بكوريا، واللي كانت تعتبر من أفقر البلدان في العالم، وكانت معتمدة اعتماد كامل على صيد الأسماك. نساهم كانوا يبيعوا في شعرهم باش ولادهم ما يموتوش بالجوع. 90% من الشعب عايش على الإعانات، والبقية منهم قرأوا في أقسام من غير طواول ومن غير كراسي. اليوم ما فماش دار في الكرة الأرضية ما فيهاش منتج مكتوب عليه صنع في كوريا. زعم شنو السر؟ زعم الشعب الكوري وإلا الآسيوي أذكى منا؟ خلينا نتناقشوا في الموضوع وخليونا آراءكم في التعليقات. فما حاجة جلبت انتباهي، فما فازة معناها لاحظتها وكل شيء. مثلا جوان مواطن كوري نسأل فيه مرة، قلت له شنية إحساسك وقت اللي مثلا انت قاعدة تسوق في كهربة كورية، هما يقولوا لها هندي اللي هي هيونداي، وإلا تسوق كهربة كيا ويكون تليفونك سامسونج وتكون تلفزتك ال جي، يعني شنو إحساسك وقت اللي انت تسافر وتبدأ تشوف البرودكت متاع بلادك موجود في العالم الكل؟ سؤال هذا سألته له ونحن في اندونيسيا، واحنا قاعدين وكل مرة تعدى كيا تعدى هيونداي تشوف ال جي تشوف السامسونج، وفما برشا براندات كورية. قلت له شنو يكون احساس؟ قال لي والله احساس باهي، يعني نحس بالفخر. وقلت انا توا كان شفت حتى واحدة جازوزة بوقا باش نفرح على الاخر، ممكن نصورها ونهبطها ستوري ونقول شوف انا فانا بلاد ونلقى برودكت معناها تونسي وكل شيء. ومن كلمة لكلمة قعدنا نحن نحكي ونتناقشوا. قلت له علاش حسب رايك انتوما معناها عندكم برشا حاجات برودكت هذوما الكل والالكترونيك والكراهب في العالم، واسكو كشعب تحسوا رواحكم مثلا اذكى من الشعوب الاخرى؟ يعني علاش مثلا الحاجة دي نحن ما عندناش منها، والا البلدان العربيه الكل ولا فما حتى مش بلدان عربيه بلدان اخرى؟ علاش انتم عندكم، يعني انتم من البلدان اللي عندكم برشا حاجات يعني مقدمينها للعالم؟ مثلا هو السيد هذا تو يجي، تخيل انت لدارنا، يبدا يدور في الحومه، يمشي يدخل العطار يلقى مثلا تلفزه ال جي بار اكزومبل ولا سامسونج، يقول كذا يا متاعنا. قلت شنو الحاجه اللي تميزكم؟ زعما انتم تو حسب رايك نسال فيه تو انا خاطر بحكم احنا نطيحين القدر ونحكيوا يعني ما بيناتناش باريير. قلت له تحسوا روحكم اذكى من العالم، يعني اذكى من شعوب اخرى؟ قال لي لا، يعني ما نتصورش نحن نكونوا مثلا اذكى. مثلا نشوفك انت كيفاش تصور وكيفاش الافكار تجيك في المونتاج وكيفاش تعمل مثلا ستوري تيلينغ وكل شيء، نحس اللي انت ذكي في حاجه من الحاجات اللي نتصورك اذكى مني فيهم. يقول له مال علاش يعني بلادكم هكا وبلدان اخرى مش هكا؟ قال لي على خاطر نحن ما عندناش ثروات في بلادنا. قال لي احنا ما عندناش ثروات نعملوا عليهم، احنا عباره عايشين تحت الضغط، لازمنا نستنبطوا حلول لحياتنا ولازمنا نخترعوا حاجات باش نعيشوا بهم. قال لي مين انتوما عندكم ثروات؟ دونك يظهر لي هذا هو الفرق حسب الاجابه نتاعو. هذا عمكم جوان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها علمتوا شويه حاجات. هزينا الكهرباء ومشينا باش نمشيو لبلاصه كانكوا. كانكوا يس. حاسيلو كانكوا، عندي ساعة وين نحب نعرف الاسم. جزيرة هي اسمها كانكوا، تعتبر هذه ثالث أكبر جزيرة في كوريا، وفيها أقدم معبد. هو أصر كونه نمشي ونشوف البلاصة هذه، أنا نكون جاوي به يعني لهنا مريقل، فهمتني؟ لاقي المحتوى، لاقي برشا حاجات نجم نقدمهم. ما هو قال لي اليوم طقس مزيان وكل شيء، نمشي والطقس بارد. وشوف هنا عندهم في الكرهب نتاعهم هذه أوبليغاتوار، هذه الكاميرا اللي تسجل 24 على 24، ما لازم ديما تمشي. في صورة ما يتبلع عليك واحد يتبلنجا قدام الكرهبة ولا تعمل أكسيدون، لازم عندك الإيفيدنس، لازم الدليل نتاعك يكون موجود في الكاميرا، سينو البوليسيه ما ياخذوش عليك. في الجهه هذيا عاملين البارير على خاطر جماعه كوريا الشماليه وقت اللي يهربوا من بلادهم، اللي يهربوا عمان مثلا عباره يحرقوا يجيو من الجهه هذيا، دونك هذاك علاش هي مسكره. Because this near the river, we call her neighbor and they can swim. So usually when they run away from the country, they came from this side? Not only this side. But here they can swim. Yeah, almost because here is near to the North Korea. شوف جوان توا هبطنا لهنا، نعرفش هي ذولي فازة فيها ريسك شوية. ما هذه الحدود كما تشوفوا، هذه الحدود متاع بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، ونورمالمو هكا ممنوع التصوير، نتصور ممنوع، فهمتني؟ دونك هكا هاو عطيناها ضربة، وكي تدور لهنا كوريا نتاعنا. والجزيرة اللي ماشيين لها نحن تو هي الحدود متاع كوريا الشمالية، تو هذايا لا مشيش نطير الدرون أنا مو غاديك، فهمتني؟ كيم جون يبعث لي وحايد صاروخ.
نعرفش علاش البلاصه هذه فكرتني ما نعرفش علاش البلاصه هذه فكرتني بكليب كاظم الساهر. زيديني عجه زيديني خاطر هي بيدها تحسوا عملوا لهنا الكليب. دونك البلاصه هذه كلها تحسها بلاصه تاريخيه معناها فيها برشا تاريخ، مي الاجواء جميله على الاخر والطقس مزيان نتاع تصاور برجوليه. فما لهنا الكاست هذايا معروف بون ما عندي عليه حتى فكره انا، تو نخليو جيوان يحكي لنا عليه. يا اتس اولموست 400 ييرز اجو دي بيوت ذيس بيلدينج يا ان ا لوت اوف بيبل ذات هير ذيس كاسل نيم از اوكي يو كان ريبيت لايك مي. This castle name is Gwangseongbo. Our ancestor built this for protect from China. They attacked, and this is one of castle in this island. Here is a lot, more than 10 or 20. It's built because of China attack before. After two centuries later, U.S. Army came here and they fight each other, and many people died here. This castle from the protect from a lot of countries. again. Yeah. For this castle, so this castle. For protect for our neighborhood country China, Japan, sometimes US, yeah, everyone came here. Korea is small country, but everyone wanted. I don't know. Still yeah. I don't know. And now North Korea. Yeah. من هنا كانوا يدافعوا، معناها كان جاوهم الاعداء من الجهه هذه يلعبوا لهم بالكرتوش، وكان جاوهم من الجهه هذه كيف كيف، مالا تاريخ اسيدي. طلعت تصوفري معناها ما كنتش في بالي بالمواضيع هذه الكل، توا قاعد يحكي لي جيوان، قال لي كوريا 40 سنه التالي كانت فقيره على الاخر، كان يحكي لي قداش من بلاد احتلتها سيرتو معناها الجابون احتلتهم قريب ثلاثه ولا اربع مرات، وتشاينا والكلهم لعبوا لهم، قال لي 40 سنه التالي كانت كوريا بلاد فقيره على الاخر، يعني تسمى تو ولات بلاد متطوره وطلعت، الفلبين كانت اغنى منها، تايلاند، البلدان تاع اسيا الكل كانوا أغنى منها. الحاجة اللي اكتشفتها معناتها وهي كوريا الحرب اللي عملتها مع جابون، حسيت البلدان الكل ياخذوا استقلالهم من بلدان آسيوية أمورهم تمشي من بعد، ياخذوا استقلال صحيح، ما يظهر لي البلدان اللي احتلتهم أوروبا الكل ما تقوم لهمش قايمة، خذوا استقلال فيك. Planet Cosmos.